وجولة على المشهد السياسي مع الزميلة رواند بودرغم. مساء الخير رواند. مساء الخير جورج، لك ولكل المشاهدين. يعني في عناوين صاخبة سياسيا وقضائيا واقتصاديا ومن جميعه. فبالمشهد السياسي اللي تصدروا اليوم زيارة الوزير السلمان الفرنجية إلى كركي، ماذا في تفاصيل هذا المشهد اليوم؟ سبق سجال موضوع يعني تخطي المكون المسيحي، واليوم رد عليه ضمن الدستور الوزير سليمان فرنجية. أكيد هلأ رح نشوف تفاصيله. تفضل. تحذير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من تخطي المكون المسيحي. قابله رئيس تيار المرد سليمان فرنجية بالارتكاز إلى الدستور الذي يحمي كل المكونات من خلال نصاب الثلثين. موقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين، بس ما في حدا يتخطى فيه المكون المسيحي. وهذه المحاولات اللي عم نشوفها ما رح نسمح انها تمر، مشان هيك بنطلع بكتير من السلبية لأي كلام بيحكي عن تخطي المكون المسيحي بهالاستحقاق، وبنطلع بكتير من الإيجابية للكلام يلي عم بيطلع ويلي طلع الليلة على عدم ورود أو قبول تخطي هيدا الموضوع. النصاب في الجلسة هو الذي يؤمن مصداقية الجلسة، لأنه هو 86 يا رح ينتخبوا يا رح يوافقوا على النتيجة. وقت اللي بيكونوا موجودين عم ينتخبوا أو عم بيوافقوا، ما بقى في حدا يحكي بمصداقية الجلسة. إذا المطلوب أنه هول الأحزاب المسيحية هن بس يكونوا هن مرشحين، خلينا نعمل مجلس ملي، نلغي مجلس النواب ونعملوا مجلس ملي، صار كل طائفة بتنقي مين يعيسها. وفق معلومات الجديد، يستشعر باسيل قرب التسوية الرئاسية بتوفير نصاب الثلثين وانتخاب فرنجية بالنصف زائدا واحدا أو أكثر، لذلك انتهز فرصة اعتراض مصادر كنسية مسيحية على كلام الوزير علي حسن خليل بالانتخاب وفقا لأكثرية 65، ليضرب على الوتر الطائفي ولإظهار الثنائي الشيعي بصورة الإلغائي والمغيب للمكون المسيحي عن الاستحقاق الرئاسي بفرض رئيسا. إلا أن كلام الوزير خليل فسر على غير مضمونه. يعني بمعنى يعني الرئيس بري ليش لغى المسعيين؟ كل القوى الثانية الممثل بمجلس النيابي وافقت اليوم، ليش لغى المسعيين؟ لو بده يتجاوزهم كان قال أنا بدي أعمل حوار بمن حضر. طب اليوم الطرح أنه منوصل زعيم تيار المرد سليمان فرنجية بأكثرية 65 وين؟ لا، قال إذا توفر له 65. أنا طيب. سألته هيدا. الوزير علي خليل وسألته لحكى بالنصاب، النصاب نصاب نصاب الثلثين ما اختلفنا، قال إن إحنا إذا الكتلتين ما صوتوا لسليمان فرنجية هل يجوز تجاوزهما؟ لا لك بشغل بسيط كتير. اليوم مش 65، ال 65 بده يكون في 86 بالقاعة. نعم. طيب إذا بدي أفترض أني حضر 64 نائب مسلم، لأن كلهم صاروا هذا في استحالة. نعم. إجي 64 نائب مسلم، طيب ما بقي في 22 نائب مسيحي لأن أمن النصاب. نعم. هون أهمية النصاب، شفت وين أهميته للنصاب؟ لو ما بتحافظي على النصاب، نحن أحرص على رئاسة الجمهورية وعلى موقع رئيس الجمهورية من كثير من القوى اللي بتفتكر وكأنه هذا المنصب لإلها. يرفض رئيس التيار الوطني الحر الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين يطلب من البطريرك الماروني بشار الراعي الدعوة إلى حوار في الصرح البطريركي. إلا أن مصادر بكركي قالت للجديد إن البطريركية لن تنغمس في الدعوة إلى حوارات عقيمة أو غير منتجة، ولن تنزلق إلى مبادرات غير مضمونة النتائج. والبطريرك الراعي وفق مصادره يدرس بدقة شكل الحوار، وهو لم يتوقف يوما عن السعي لجمع الأطراف المسيحية بشكل جماعي أو ثنائي، إلا أن الحوار الجامع لم تجهز أرضيته بعد، طالما أن القوات ترفض الحوار مع التيار الوطني الحر. لذلك فإن أولوية الراعي هي في الدفع نحو الذهاب إلى المجلس النيابي وعدم إقفال الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن مع هذه الممارسة النيابية غير السليمة وفق مصادر بكركي، فإن البطريرك مجبر على إعلاء الصوت وبذل جهود التواصل. جورج، شكرا رواند على هذا العرض.